السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة جود كود، والنهارده هنتكلم عن كلينيكال ترايل داتا اناليسيس اند ساين. وبالتحديد احنا وقفنا المرة اللي فاتت عند اند بوينتس، فاحنا هنكمل ايه؟ هنكمل الاند بوينتس. طبعا انت عارف يعني الاند بوينتس يعني الاوت كمز او الميجرز اللي انت عايز تقيسها. وطبعا انت عندك برايمري وسكندري، برايمري اند بوينتس وسكندري اند بوينتس، او برايمري اوت كمز وسكندري اوت كمز. دي كلها ايه؟ دي كلها فكرة الاند بوينتس. طبعا اسألني هو ايه الفرق بين الاوبجيكتيفز وال اند بوينتس. بص الاوبجكتيفز دي انا هقيس السيفتي والافيكاسي، وسيبت الكلام عام سيفتي وافيكاسي دي اوبجكتيفز. انا هقيس مثلا الاوفر اول سرفايفل، مثلا هقيس مثلا الـ مثلا هل بيعمل لي هيدك، هل مثلا بيزود لي مثلا الهوسبيتال مورتاليتي. دي كلها اوت كمز انت بتقيسها، حاجات انت بتقيسها. يعني الاوبجكتيفز ممكن تكون الموضوع بشكل عام من بره كده، ولما تدخل جوه اللي هتقيسه بالظبط دوت الاند بوينتس او دي الاوت كمز. ماشي كده؟ مش كده. طبعا اللي بنحسب له الستاندرد سايز كالكوليشن هو الاند بوينتس او الاوت كمز، مش بتحسب الموضوع بشكل عام. اكيد عندنا الاند بوينتس ممكن تكون كونتينوس، ممكن تكون دايكوتوموس، ممكن تكون تايم تو ايفنت، ايا تكن نوع الاند بوينتس. كونتينوس يعني داتا رقميه، يعني بمعنى دلوقتي ان مثلا لو مثلا انا بعمل تجربه بتقيس تاثير عمل التمارين على البلاد بريشر، بتقيس تاثير عمل التمارين على البلاد بريشر، حلو. فانا دلوقتي بقيس ضغط الدم اللي هو رقمي، لو مثلا 120 مثلا 130 140، ده كله رقمي، داتا رقميه كونتينوس في البيز لاين، ومثلا قبل ما ياخد قبل ما يعمل التمرين وبعد ما يعمل التمرين، وبتابع دوت مثلا خلال 6 شهور، حلو. يبقى انت بتقيس داتا رقميه، اوت كام رقمي. الاوت كام بتاعنا هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن التغير في ضغط الدم. هعمل مثلا من ديفرنس من ضغط الدم في اول مره قيسته قبل ما يبدا التمارين، وبعد كده بعديها بست شهور، وهشوف. تمام؟ وهشوف. طبعا الداتا بتاعتك لما تكون ديستريبيوتد فاحنا هنقيسها بايه؟ هنقيسها بالمين والستاندرد ديفيشن. طيب لما تكون نورمال ديستريبيوتد غير موزعه توزيعا طبيعيا، يعني اسكيود في اوت لايرز، بنستخدم حاجه اسمها ميديان وانتر كوارتير رينج او ميديان ويرينج. طبعا الرينج يعني اقل قيمه واكبر قيمه. طب والانتر كوارتير رينج عباره عن الربع الاول، او مش الربع الاول، هو انت بتقسم الداتا لثلاث ارباع، حلو، ربع نص والربع الثالث، او ممكن نسميها مش ثلاث ارباع، يعني هي فيرست كوارتايل سكند كوارتايل وثيرد كوارتايل. السكند كوارتايل اللي هو الميديان اللي هو بيقسمها لك نصين، وبعد كده جنب الميديان اللي هو فيه ثيرد كوارتايل اللي هو الكبير، وفي ال 25% برسنتايل او الفيرست كوارتايل، ودوت كل واحد فيهم بيقسمها له ربع قبل وربع بعد، وهناك برضه ربع قبل وربع بعد. دي فكره الكوارتايلز او البرسنتايلز، وانا شرحتها لك قبل كده كتير، وهسيب لك الفيديو برضه نشرح لك فيه البرسنتايلز او الكوارتايلز. ماشي يا سيدي. يبقى انت عرفت ان انت يا اما تستخدم لو كانت الداتا نوت نورمال ديستريبيوتد غير موزعه توزيعا طبيعيا عن طريق النورمال تيستنج اللي انت بتعملها، غير موزعه توزيعا طبيعيا بتستخدم الميديان والانتر كوارتير رينج او الرينج. يعني في بيبرز هتلاقيهم مستخدمين الرينج، في بيبرز هتلاقيهم مستخدمين الانتر كوارتير رينج. هل هتفرق؟ مش هتفرق خالص يعني. بالنسبه للكاتيجوريكال اند بوينتس، كاتيجوريكال اند بوينتس يعني لما يكون الاوت كام بتاعي حاجه عباره عن بروبوشنز، نسب، حاجه عباره عن مجموعات بقيسها. ماشي؟ يعني مثلا عندك مثلا المثال اللي عندك اللي هو ايه؟ ترايل كومبيرنج 30 دي ريكفري ريتس، يعني معدل الريكفري، معدلات الريكفري خلال 30 يوم بعد اجراء ايه؟ بعد اجراء عمليه معينه. تمام؟ ودوت عباره عن ايه؟ يعني الريكفري ريتس يعني معدلات او بروبوشن. ماشي؟ اون اباينري اوت كام. ماشي؟ ذا بيشنت ديد اور ديدنت ريكفري وسن 30 دايز. يعني انت الاوت كام بتاعك دلوقتي، هل المريض بعد ما عملت له العمليه ديت صحي فاتحسن، ولا ما صحيش او ما فيهاش او ما اتحسنش. ماشي؟ يبقى دي فكره الايه؟ فكره الكاتيجوريكال اند بوينت، صحي او ما صحيش. ودوت يعتبر باينري عشان حاجه يس او نو، حاجتين يعني. This type of categorical data could be summarized by number and percentage of patient in each group. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عدد الناس اتحسنوا، عدد الناس ما اتحسنوش، نسبه الناس اتحسنوا، نسبه الناس ما اتحسنوش. يبقى ديت ايه؟ عباره عن number percentage، اعداد ونسب مئوية. في حاجه بعد كده ارخم شويه اسمها كومبوزيت اند بوينتس. نكملها برضه الفيديو الجاي عشان الفيديو دوت ما يطولش.